مساء الخير. الاسم الحقيقي عبد الرحيم التونسي، اسم الشهرة عبد الرؤوف، الوظيفة اضحك الآخرين. هذه ببساطة هي بطاقة هوية الفنان الكوميدي عبد الرؤوف الذي أضحك أجيالا متعاقبة من المغاربة بسحنته البدوية وطريقة أدائه المميزة فوق الخشبة. قصة حياة عبد الرؤوف ليست مضحكة بالضرورة مثل مسرحياته، وربما كانت محزنة على الأرجح. فبعد طفولة يتيمة سينخرط عبد الرؤوف في شبابه في صفوف الحركة الوطنية، وسيعتقل ويعذب ليطلق سراحه بعد مجيء الاستقلال. سيشتغل في مصنع للسيارات، وسيتحطم عموده الفقري تحت ثقل إحدى السيارات. بعد ذلك سيختار مهنة المسرح، وسيكتشف شخصية عبد الرؤوف ببلاهته وبساطته ليجعل منها شخصيته الثانية التي سيتعايش مع شخصية عبد الرحيم حد التماهي. هنا في هذه الحلقة استعادة لضحك مغربي قديم، ضحك نابع من القلب ومتجذر في تربتنا المغربية، هي أيضا عربون محبة لرجل أضحكنا طيلة طفولتنا بسذاجته التي يختفي وراءها ذكاء وتواضع كبيرين. فرجة ممتعة. أشنو سميتك؟ عبد الرؤوف. من من؟ من من؟ إيه أنت بن من؟ أنا بن من؟ راني كنقول لك أنت بن من؟ أنا بن من؟ إيه أنت بن من؟ أنا بن من؟ إيه أنت عبد الرؤوف بن من؟ أنا عبد الرؤوف بن من؟ راني اللي كنسولك ماشي أنت، أنت عبد الرؤوف بن من؟ إيه أنت عبد الرؤوف بن من؟ راني كنقول لك بن من؟ راني أنا كنقول لك بن من بعد مناش بدي عدي؟ ها سمباك؟ وقول لي يا سمباك علاش بن من؟ يلا قول يا سمباك. بعد مني شكو دابا علاش سكت؟ بعد مني اسم باك اسم حمد. حمد اي بعد مني عبد الرؤوف بن حمد. اسمي عبد الرحيم التونسي المعروف عبد الرؤوف، تزلت 27 ديسمبر 1936 بالضبط مع ثلاثة الصباح، نهار الخميس مع ثلاثة الصباح. أنا تزيد في مدينة قديمة حدا سيدي فاتح تما ترعرع. توفات لي والدة الله يرحمها والحمد لله المسلمين، وأنا عندي ثلاث سنين في عمري. هذيك الساعة كنا حنا أربعة ديال الخوت، مكانش اللي قابلنا. اضطر الوالد الله يرحمه باش يتزوج. من يتزوج الوالد كان دائما كيجي من الخدمة مع ديك 11 ما بين 11 وال 12 كيلقاني كنتعرض لي انا في الدروج، كيبوسني وكيعطيني حلوى. بقى ديك العاده واحد النهار جا ولقاني كنبكي. سولني علاش كنبكي، قلت له امي كنهضر لي على المراه اللي تزوج، قلت له قرصاتني. هذيك الساعه تخاصم معها، قال لي انا جبتك ما جبتكش، انا جبت باش تحضر لي اولادي ماشي باش تكرس عليهم. وطلقها، ما لقيتش اللي قابلني بعد ما طلق بو هذيك المراه. خذتني جدة الله يرحمها وخذتني خالتي عندها في الدار، وخالتي كانت ديك الساعه مجوجه بواحد الجزائري الله يرحمه، وكان هو عاملني معامله ديال ولدو وتهلاو فيا بثلاثه. كنت الا مرض كانت تديني جدة، ولا الكسوه كان با كيكسيني، هو كيكسيني، خالتي كتكسيني، يعني عشت واحد الرفاهيه مرتاح بها باش ما عمري ما نتفكر امي ولا نتفكر الحنان ديال الوالده. ولكن ملي مشيت لعند خالتي لقيت انا كان عندي مشكل، وهو من ناحيه الدراسه. دائما كنقرا غير في الجامع، من المدرسه من الدار للجامع ومن الجامع للدار. وكنبغي دائما كل مره كل عام كيسول خالتي امتى غادي نقرا، امتى غادي ندخل المدرسه. كتقول ان شاء الله هذا العام، وهي كانت حاجبه ما كتخرجش. راجلها الله يرحمه كان مشغول، لان كان عنده مراه اخرى وعنده اولاد وعنده حتى هو بزاف ديال المتاعب، ما مساليش باش يمشي يشجني. فاضطر با ياخذني ويديني يردني للمدينه للدار ديالو، فيها باش غادي نلقى هذيك المراه اللي خدا وغادي تهلا فيا. وهذيك الساعه انا في عمري 10 سنين، فاش دخلت المدرسه يقول لها مدرسة أبناء أعياء المدينة إيكول دي فيز دي نوطار. كنت كنقرا فيها الفرنسية أكثر من العربية، كانت عندنا ساعتين ديال العربية، ساعة الصباح وساعة في العشية.
خرجت من هذيك المدرسه وبقيت كان عاطي المكان ما درتش حاجه. بعد ولا نفكر باش ندخل نتعلم الصناعه. دخلت عند واحد ميكانيسيان داني واحد السيد حتى هو صديق الاخ الله يرحمه. قال لي هذا راه ولد خويا غادي. قال لي اول ما بديت هو عنده غير واحد ساحه بحال هكا ماشي حانوت ودير غير واحد ذاك الطوله معمر ودير واحد الطبله وحط على ذاك البياز ديالو. قال لي زيد شطب هذه الاولى غادي نبدا نتعلم خصني نشطب هو الاول. زدت كنشطب انا كنشطب وديك الغبره كطير وقال لي ماشي هكا ندير الماء صافي يعني شديت الماء بديت كنرش وكنشطب. واحد عليا قال لي شد معايا الموتور. انا ما كنعرفش باقي صغير ما كنعرفش كيفاش شد الموتور. هو مع دور هذاك بغى يزير شي حاجه بغى يزيرها الموتور مشى قال لي شد مزيان المرمقه معاك. هذه الاخره سمحتي في الموتور زدت حالاتي بقيت شرجع بدينا بالترفيق زدت حالاتي بقيت على هاد الحاله حتى جا المشكل ديال محمد الخامس الله يرحمه باش داو ونات مظاهرة ودينا كنساهموا في تحرير البلاد. وانا تقبط انا في 54 دوز في الكوميسارية شهر ديال ما بين القران وبين العصا ما بين التعذيب. من بعد الحمد لله داونا حنا ربعة ديال الناس مشينا للحبس هذاك المدني بريزون سيفيل. كنا تما بريفوني يعني ما محكومينش تجينا النوبه عادي حكموا عندنا. كان واحد العدد كثير ديال الناس خمس شهور وانا هنا في قلب هذا الحبس باش ضربت انا في الضربه هذه تسببت لي بعض المرات كان يقع لي شي بحال كتجيني شي دوخه مثلا. وهنايا يعني في الكوميسارية فاش تربت فيا هذيك الدقال مع الأرض الباردة و الحصيرة والضيق ما كاين حتى شي حاجة علاش كنضلو جالسين وما كنعسو شي لأن كيجيو مع الثلاثة الصباح كيفيقونا العصا إذا ما عندنا العصا. وكانت كرفست معايا خالتي مسكينة الله يرحمها وكثير شي مرت خويا الحاج جميلة مسكينة الله يشافيها والله يطول عمرها تكبسات معايا بزاف. ملي تنجيو ندخلو الماكلة تيجيو ديك الساليكان تيبداو يضربو إلا تنحطو الأطفف من النوبة تيبداو يضربو. واحد النهار جابو ديك التفاسة قالو كنا دخلنا خلينا الأطفف هربنا دخلنا للدار اللي مقابل الحبس هاديك دازت. عاوتاني نوبة أخرى دينا عاوتاني الأطفف باش تدي النوبة ناس شي صداع ما عرفتش شنو ناس شي صداع جابو أعن الكحلة وبداو يضربوا فيا واللي فيها. انا ضربوني ضربه هنا خطيره هاي مخيطه هادي ضربوا حتى طرت القفه من يدي هادي اللي بهاد طرت القفه من يدي هكا ومشينا حتى عاوتاني قال لك اجي عاوتاني دفعت الماكله الله اعلم ما توصل ولا ما توصلش. بقينا هكا حنا على القفيفات حنا على القفيفات حتى النهار اللي جا جلاله الملك المرحوم محمد الخامس هي فاس طلقوا بداو يطلقوا كل نهار تمشيو للحبس. النهار اللي خرجوا عبد الرحيم